ابدا مع حضرتكم على طول بقى ونشوف معاكم اخبارنا النهارده. واحنا بنتكلم عن مصر، بنتكلم عن القوات المسلحه المصريه، بنتكلم عن الشرطه المصريه، بنتكلم عن اجهزه الامن المختلفه بكل افراعها، المجهود الجبار اللي بيبذل في حمايه الحدود المصريه، وايضا المجهود الجبار اللي بيبذل في تطهير سيناء من الارهاب. البيان العاشر للقوات المسلحه بخصوص العمليه سيناء 2018 نشوفه مع حضراتكم. يواصل مقاتلو وأبطال القوات المسلحة والشرطة تنفيذ خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018 لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وضبط العناصر الهاربة وقطع خطوط الإمداد على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مع إحكام الحصار بمناطق شمال ووسط سيناء. وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الآتية: استهداف القوات الجوية لخمسة أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة، تنفيذ القصف المدفعي لمائة وستة وستين هدفا بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء، القضاء على أربعة عناصر تكفيرية مسلحة شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 101 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات. اكتشاف وتدمير أربعة كهوف ومخابئ لإيواء العناصر الإرهابية، عثر بداخلهم على عدد من الألغام والعبوات الناسفة ومواد الإعاشة. ضبط مركز إعلامي للعناصر الإرهابية، عثر بداخله على عدد من أجهزة الحواسب وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية. تدمير 244 وكرا ومخزنا، عثر بداخلهم على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة. ضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية ومئة دراجة نارية بدون لوحات معدنية. القبض على 417 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد ضابط صف
ومجندين وإصابة ضابطين ومجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. كما واصلت التشكيلات التعبوية تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة لعدد 601 كمين ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية. كما عززت قوات حرس الحدود مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر في دعم الأنشطة القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية. واستكمالا لتحقيق الأهداف المخططة للعملية، فقد انتشرت المجموعات القتالية في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها بقرى ومدن شمال ووسط سيناء. كما تم الإفراج على عدد من المشتبه بهم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا مع تسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصية. وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم. تحيا مصر برجالها وبجيشها وبشرطتها وبالمجهود الكبير اللي بيبذل في سيناء وبيبذل في ربوع مصر. وبفكر حضراتكم دايما واحنا بنتكلم عن سيناء 2018، سيناء 2018 عملية لا تجرى فقط في سيناء، ممتدة لكل ربوع مصر، لتأمين كل المنشآت المصرية، لتأمين كل الحدود المصرية، لتأمين كل المحطات الحيوية داخل مصر والمشروعات اللي داخل مصر. كل النقط دي احنا بنتكلم عن قوة تأمينية كبيرة جدا، سواء من القوات المسلحة أو الشرطة المدنية وأجهزة الأمن المختلفة في مصر. بنتكلم عن تأمين كل النقط دي ليه؟ لأن لما بتضيق الخناق على المراكز الخاصة بتمركز الجماعات الإرهابية المتطرفة في مكان، ربما وانت بتضايق عليهم الخناق تحصل عملية في أماكن أخرى، يضرب عندك منشأة حيوية، يضرب حاجة. فكل الحاجات دي مصر مستعدة ليها تماما، وسيناء 2018 في كل ربوع مصر إن شاء الله منصورين في هذه المهمة العظيمة. وإن شاء الله ربنا يجبر خاطر المصريين في العملية سيناء 2018 إننا نتخلص تماما من وجع القلب والمعاناة الخاصة بالعمليات الإرهابية باستهداف أهلينا في سيناء واستهداف جنودنا ورجالنا وشرطتنا قواتنا المسلحة. إن شاء الله سيناء 2018 نخرج منها بأقل خسائر ممكنة وبأقصى قدر من الأهداف المستحقة. والعمليات العسكرية دائما بيوضع ليها في البداية هدف، وبعد انتهاء الهدف بتنتهي المهمة. الهدف إن شاء الله هو القضاء على التمركزات الإرهابية في سيناء كاملة، وإن شاء الله بننتظر أنه يتم تحقيقه قريبا خلال أيام قريبة، لأن كما يبدو من البيانات اللي بتخرج من القوات المسلحة وزي ما شافها المتخصصين في الأمر قالوا أنه كده يبدو أن الأمر وصل إلى ما يقارب النهاية، لأن احنا حققنا الكثير من الأهداف في سيناء، وأيضا التأمين مستمر داخل ربوع مصر المختلفة. نروح مع حضراتكم لحاجة تانية ونشوف معاكم